بمشاركة عدد من القادة والمسؤولين عن قطاعات السياحة والثقافة من حول العالم، شاركت معالي الشيخة مي بنت محمد آل خليفة رئيسة هيئة البحرين للثقافة والآثار والسفيرة الخاصة للسياحة المستدامة من أجل التنمية حتى عام 2019 في المؤتمر العالمي الثاني بشأن السياحة والثقافة والذي يعقد في سلطنة عمان. بدأت بالعاصمة العمانية مسقط أعمال المؤتمر العالمي الثاني لمنظمة السياحة العالمية ومنظمة اليونسكو حول السياحة والثقافة، وذلك بمركز عمان المؤتمرات والمعارض بمشاركة 700 مختص من داخل وخارج السلطنة يمثلون 70 دولة حول العالم، وبحضور وزراء ورؤساء هيئات السياحة والثقافة للدول المشاركة. المؤتمر مؤتمر يتعلق بالتنمية المستدامة وأهمية تكامل القطاعين، قطاع الثقافة وقطاع السياحة، لكي نحقق التنمية المستدامة التي لابد منها لشعوبنا ولأوطاننا. كلنا استمعنا في هذا المؤتمر إلى الأعداد المتزايدة للسياحة في العالم، بمعدل شخص بين كل 6 أشخاص يقوم بجولة عالمية. أهم ما نعرف به أو ما نجذب به سياحة نوعية هو التركيز على خصوصية كل بلد. وتضمن المؤتمر انعقاد مؤتمر الحوار الوزاري لأصحاب المعالي الوزراء ورؤساء هيئات السياحة والثقافة حول السياحة والثقافة والتنمية المستدامة. اشتمل المؤتمر على جلسات نقاشية تتضمن دور السياحة في الحفاظ على التراث الثقافي ودور الثقافة والسياحة في التنمية الحضرية والإبداع واستكشاف النطاق الثقافي في السياحة. هذا المؤتمر مهم جدا لأنه بدأنا الآن أن ننظر إلى السياحة بمنظار مختلف بعض الشيء، فالسياحة قد تكون مساعد للتنمية وللنهوض بالمجتمعات أو أم لا، فهذا يعتمد على قرارات وسياسات وتنظيم للحركة السياحية. وتشارك في المؤتمر وفود رسمية لأكثر من 70 دولة يمثلون قطاعي السياحة والثقافة، ويهدفون إلى تفعيل وتعزيز التعاون المشترك وتطبيق الخطط والبرامج التي تم وضعها بإشراف المنظمات المختصة التابعة لهيئة الأمم المتحدة من أجل النهوض بقطاع السياحة الثقافية حول العالم. المشاريع اللي تتم في بلادنا والبرامج الكبيرة اللي تتم في بلادنا وإنشاء الهيئات الجيرية مثل هيئة الثقافة التي نتعاون معها في كل شيء إن شاء الله الآن، هي كلها مسارات تؤكد أنه السياحة كصناعة اقتصادية كبيرة جدا، وأنه أيضا التراث الحضاري كما المملكة العربية السعودية أعلنت وأيضا صناعة اقتصادية كبيرة جدا، ولكن الأهم من ذلك هي أنها توطن المواطن في وطنه وتوطن المواطن في تاريخه، وأن يكون لتاريخ بلاد الإنسان والتراث الحضاري العريق دور في مستقبله. وسيشهد المؤتمر عرض الملخص الختامي بالإضافة إلى إصدار إعلان مسقط 2017 للمؤتمر العالمي للسياحة والثقافة. المؤتمر الدولي الثاني الذي يعنى بالسياحة والثقافة هنا في سلطنة عمان يعنى بكثير من القضايا المتعلقة بالجانب السياحي والجانب الثقافي بمشاركة 70 دولة ممثلة بجهات رسمية في مجالات السياحة والثقافة المختلفة، كل هؤلاء اجتمعوا هنا على أرض السلطنة لتحقيق التنمية المستدامة. لتلفزيون مملكة البحرين، محمد بن عبد المهري، مسقط.